اتكلمنا بعض في الحلقات السابعه عن القانون التجاري وانواع الشركات المشاريع الفرديه وشركات الاشخاص وشركات الاموال، وشرحنا كل واحده منهم بالتفصيل. النهارده هنتكلم عن القانون رقم 17 لسنه 2019 في شان مخالفات في شان بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها. اولا يجوز تصالح وتقنين الاوضاع في الاعمال التي تقع بالمخالفه لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنه 2008. اولا نتعين على صاحب الطلب بتقديم طلب التصالح خلال مده 6 اشهر بعد سداد رسم فحص وحدد الاحد التنفيذيه فئات هذا الرسم، وتعين على الجهات الاداريه المختصه انشاء سجلات خاصه تقيد فيها طلبات التصالح والاجراءات والقرارات الصادره بشانها، وتعين ايضا على الجهات الاداريه اعطاء مقدم الطلب شهاده تفيد تقدمه بالطلب حتى يتم تقديمها الى المحكمه والجهات المعنيه، حتى يتم وقف الدعوى المتعلقه بالمخالفه ووقف الاحكام والقرارات الصادره بشان هذه المخالفه الى حين البت فيها. وكمان عندنا هناك بعض الاعمال التي يحظر التصالح في شانها، وهي الاعمال المتعلقه بالسلامه الانشائيه للمبنى والتعدي على الخطوط التنظيميه للدوله، كمان الاعمال المخله بالمباني والمنشات ذات الطراز المعماري والتعدي على قيود الارتفاع المقرره من سلطه الطيران المدني وتجاوز شؤون دفاع عن الدوله والتعدي على الاراضي الخاصه لقانون حمايه الاثار وقانون نهر النيل والمخالفات والاراضي الخاصه الخارجه عن الاحوزه العمرانيه، ويستلزم ذلك المشروعات الحكومية ومشروعات ذات النفع العام والأماكن المأهولة بالسكان والأماكن المزدحمة والمكتملة المرافق والمأهولة بالسكان التي فقدت مقاومات الزراعة. وهناك بعض المستندات والأوراق المطلوبة للتقدم لطلب التصالح، وهي صورة الملكية عليها صحة التوقيع وإثبات الشخصية صورة البطاقة وصورة التوكيل وأي مستند يفيد إنشاء العقار صورة المحضر ورسم هندسي وسداد مبلغ 125 جنيه رسوم وسداد مبلغ جديد التصالح، وحساب جديد التصالح يكون المساحة في سعر المتر على ربع المبلغ، ده حساب مبدئي حتى يتم ارسال الخبير للمعاينه وتحديد باقي مبلغ التصالح.